هذه الزيارة تعتبر من اعتراف عالمي بمدى الوسطى مصدر وفرصة للتعاون مع دولة مثل الهند في الوصول لحلول مشتركة لمعالجة اللي هو الانرجي سكيورتي، وفي نفس الوقت استدامة المدن، لأن مثل ما تعرفين التزم رئيس الوزراء بمبادرة 100 المدينة المستدامة لبناء المدن الجديدة، والدور اللي ممكن تلعبه مدينة مصدر ك مثل ما نسميها جرين برنت او كبصمه خضراء، ممكن ان نحن الدروس اللي تعلمناها من بناء مدينه مصدر ممكن تستفيد منها دول مثل الهند. زيارته اليوم لمعهد مصدر ان اول شيء لتوثيق العلاقات هذه وتجديدها، وبالتالي في تجديد العلاقه وتطويرها في مجال البحث العلمي والابتكار. معهد مصدر قائمة على أساس مدينة مصر، وهي الرؤية المستقبلية لحكومة أبوظبي في مجال الاستدامة واستعمال الطاقة المتجددة. فزيارته اليوم كانت أن نحن نبحث معه ويشوف على أرض الواقع كيفية بنت مدينة مصر ووجود معهد مصر الذراع الأكاديمي والابتكاري للرؤية هذه، تعطينا مجال أن نحن نطور معهم ونفكر شو المجالات المشتركة في البحث اللي ممكن نسويه، وبالتالي تكون موجودة في مجال الثقافة المعرفية والمجتمع المعرفي. رئيس الوزراء الهندي أعلن عن أهداف طموحة في الطاقة المتجددة، وهي زيادة معدل توليد الطاقة من الشمس 100 جيجاوات بحلول عام 2020 و 40 جيجاوات جديدة من طاقة الرياح. هذا التزام كبير، وبرأيي عندما نصل إلى هذا الحجم من الاستثمارات تزداد أهمية المصادر البديلة في الدول النامية. فزيارته إلى مدينة مصدر شرف كبير لنا وفرصة كي نبحث التعاون في المستقبل في مجال التكنولوجيا والابتكار.